لقد ارتبط الإنسان اليمني في ماضيه وحاضره ارتباطاً أبدياً بالأرض التي شكلها وشكلتها، فمنحها جهده وفكره، ومنحته خيرها وعطاءها المتنوع بتنوع تضاريسها المتدرجة بين مناطق صحراوية تتحرك رمالها لتشكل كثباناً من الرمال تطمس تحتها أرضاً ومعالم وآثاراً لم تكشف بعد. تتداخل أطرافها مع مناطق هضبية تشكل معظم تضاريس محافظات صعدة والجوف وشبوة وحضرموت والمهرة. إضافة إلى شريط ساحلي يطل على البحرين الأحمر والعربي بطول يقدر 2500 كيلومتر وعرض يتراوح بين 30 إلى 60 كيلومترا، يقابله عدد كبير من الجزر التي تتميز ببيئتها وتكوين طبيعتها النادر الذي جعل من بعضها كأرخبيل سقطرى في البحر العربي محمية بيئية عالمية. وجزيرة كامران التي تعد من أفضل الجزر في البحر الأحمر التي يقصدها الناس للسياحة أو الاستثمار. يعلو كل ذلك منطقة جبلية تتدرج ارتفاعاتها لتبلغ أعلى قمة لها عند جبل النبي شعيب في محافظة صنعاء، والذي يبلغ ارتفاعه 3666 مترا، وهي أعلى قمة في الجزيرة العربية والشام. لقد ولد هذا الاختلاف الطبيعي علوما وفنونا متنوعة تبرز منها هويتنا وتتضح من خلالها ملامحنا التي تجسدها فنون العمارة اليمنية لمدينة صنعاء التي تعد أقدم مدن التاريخ الإنساني المتفردة بطريقة تخطيطها وترتيب وارتفاع مبانيها المبنية بالياجور الأحمر وواجهاتها المزخرفة بخطوط من الجص. ومدينة شبام التاريخية التي تقع وسط وادي حضرموت، وهي واحدة من عجائب فن البناء التي تتميز بتخطيط وتصاميم مبانيها العالية المتلاصقة وبساطة مادة البناء التي تعتمد على الطين المقوى بالتبن، إضافة إلى الفخامة والشكل المنسجم مع البيئة المحيطة بها. وبدخول الإسلام إلى اليمن امتزج تاريخ اليمن وحضارته بقيم الإسلام وتعاليمه الذي نتج عنه تراث فكري ومعرفي عظيم، كان من نتائجه قيام عدد من الجوامع والمدارس الإسلامية التي اهتم الإنسان اليمني ببنائها وزخرفتها على مر العصور، وجمع فيها بين وظيفتي العلم والعبادة، والتي من أشهرها الجامع الكبير في صنعاء الذي بني بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 6 للهجرة. ومدرسة العامرية في مدينة رداع التي تم بناؤها في عهد الدولة العامرية. والتي تخرج منها عدد كبير من علماء الأمة الإسلامية وفقهائها أمثال الإمام الشوكاني والحافظ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني والحسن ابن أحمد الهمداني وعبد الله الطيب با مخرمة ونشوان الحميري
وغيرهم من العلماء الذين ما تزال علومهم كنوزا معرفية ومراجع فقهية في اليمن والعالم الإسلامي. إن اليمن ليست تاريخا وحضارة فقط، وإنما هي الحاضر الذي يتشكل اليوم والذي تتجلى أبرز إنجازاته وأعظم انتصاراته بإعادة وحدة أرضه التي جزئت بين شمال خاضع لكهنوت الآئمة وجنوب خاضع للاستعمار البريطاني.